السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة من الله عز وجل. النهاردة احنا موجودين في احد الكهوف الغير معلومة في مينا حشيش، كهف قارة هارون او كهف المعدودة زي ما الناس بتقول. الكهف ده من الكهوف الغير معلومة في مطروح. بصوا جمال المكان وروعة المكان، ما شاء الله تبارك الله. طيب ده كل الناس تيجي في ايه؟ حتى الناس اللي تعرف هنا بتيجي هنا، ما حدش بيروح الكهف الجميل اللي هوريه لكم ده دلوقتي. تعالوا بقى اوريكم المنظر الجميل ده، بس طبعا تكون بحذر هنا جامد وانت ماشي عشان ما تتزحلقش. بص المنظر روعه، طاير الجمال ده. طبعا الهواء شديد 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 شديد. تعالوا بقى نشوف الوضع ايه. هو ده الكهف اللي بقول لكم عليه. تعالوا بقى نستخبى من الهواء. بصوا الجمال، ما شاء الله تبارك الله، بسم الله. الله 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 على الجمال. عايزكم تشوفوا المنظر البديع ده. هل حد شافه قبل كده؟ بصوا الجمال، الدنيا عاملة ازاي؟ ان شاء الله تبارك الله. بصوا الرؤية الجميلة بتاعت الكهف لما الجمال تنزل تشوف الجمال ده معاه. قول لي احساسك ايه وايه رأيك بالوضع والمنظر الجميل ده. تعالوا طب نطلع فوق. انتوا عارفين ان انا يعني جاي معايا في اي حاجه كده. تعالوا نطلع فوق، الوضع عامل ازاي؟ خليكم معايا. طبعا ما انصحش بحد يعمل اللي انا هعمله دلوقتي، بس انا متعود ان انا اجي هنا. ما شاء الله. طبعا انا عشان اصور لكم الجمال دون والمنظر الجميل دون، لازم نعمل اللي احنا بنعمله ده. بس طبعا ما انصحش حد يجي يعمل دون، انا بس عشان اوريكم المنظر الجميل. بصوا يا جماعه المنظر من فوق عامل ازاي. روعه روعه روعه. ننزل بقى عشان نوريكم الوضع من تحت عامل ازاي. خليكم معانا. يا عيني على الجمال ويا عيني على الحلاوه والدلع. تعالوا نشوف الوضع هنا عامل ازاي. احنا حاليا في الكهف زي ما انتم شفتوا كده فوق. تعالوا نوريكم، كنا هنا كده حاليا فوق كده هنا، و تعالوا نكمل لكم المكان تصوير ونوريكم الدنيا عاملة ازاي. ما شاء الله. بصوا يا جماعة على المنظر، ما شاء الله على المنظر. مستمتعين يا جماعة معايا ولا لا؟ ما شاء الله. تعالوا بقى يا جماعة نرجع طريقنا تاني كده، ننزل النزلة دي. ربنا
نزورها واحدة واحدة. دايما وانت في الأماكن دي تكون على حذر وراحة. طبعا انا سعيد ان انا جيت صورت النهاردة في المكان ومبسوط جدا بصراحة. يعني بص الوضع تمشي كده بالراحة. ايه كل الرحلة الدنيا مستمتعين يا جماعه معايا ولا لا؟ ما شاء الله. اتمنى يكون فيديو ممتع، فيديو فيه معلومات تكون استفدت منه حاجة. لو انت بتحب الاماكن المجهولة غير معلومة الروقان، لو انت عايز تصطاد، لو انت عايز تعمل زردة، لو انت عايز تقعد تعمل احلى اكلة في مكان لوحدك، تعالى هنا بس من غير بقى ما تطلع للكهوف. الاعداد هنا تحت جميلة. تعرف قد ايه مطروح جميلة بمناظرها الساحرة والمناظر الطبيعية الخلابة. بصراحة حاجة خطيرة.